يبقى النهارده ان شاء الله هراجع على نص الاستماع بتاع فكر الحضاره وهمس القطع والف الوصل ومقطع من روايه زينب. هو اول ثلاث حاجات احنا خدناهم في الوحده الاولانيه، او الموضوع الاول في الوحده الاولانيه. نبدا باول حاجه فجر الحضاره. طبعا اتكلمنا ان مصر هي معهد الحضارات كلها، وان الكاتب هنا عايز يوصل لنا ان مصر هي اساس الحضارات كلها، وان الحضاره بتاعتنا هي الحضاره الفرعونيه الحضاره العظيمه. وما بيبالغش لما قال ان مصر هي فجر الحضاره، ان هي حاله اللي فيه حضاره اصلا. وصفها الاستاذ بيرسنت، قلنا الاستاذ اللي اتكلم عنها الاستاذ بيرسنت في عام 1934. قلنا طبعا التواريخ تواريخ مهمه والاسماء مهمه. الاستاذ بيرسنت في عام 1934 اللي الف لنا ان مصر اصل الحضاره في العالم، قال لنا ان مصر دي كلها اصل الحضاره بتاعت العالم كلها، وان لازم ان احنا نفخر ان احنا من ابناء مصر، وان احنا عندنا ضمير انساني وترعرعنا وعشنا في مصر. وقال ان مصر دي ليها من زمان ليها اخلاق حميده، ليها اخلاق نفسيه جيده، ليها قيم، ليها ضمير. قال لنا، قعد بس بقى قال لنا ان ازاي ان الموضوع جه من زمان من عند مصر وانتشر بعد كده على باقي الحضارات التانية. من حوالي 525 قبل الميلاد مصر هي كانت بتحسب لنا التواريخ، ووصلت للعالم كله ازاي يحسب التواريخ ويعمل التقويم التاريخي. واظهر ان مصر هي اساس العالم كله، واصل الحضاره واصل العلم واصل المعرفه. وكمان لما قال لنا مصطفى كامل، قال لنا مقوله ايه؟ لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون ايه؟ مصريا. قد ايه هو بيحب مصر، وإلا لما لو اكون مصريا، انا ما كنتش مصري، كنت حبيت ان انا اكون مصري. قد السلام ايه بيشعر عليكم من ورحمة اعماق الله قلبه، وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قد ايه هو يشعر من اعماق قلبه ان مصر هي الاساس، وان هو حتى لو ما كانش مصري كان هيبقى نفسه ان هو يبقى مصري. هتلاقي الناس لو سالت اي حد من اي دوله تانيه مصر، هيقول لي مصر هي الحضاره، هي الفراعنه، هيقول لك، هتلاقيه بيحب مصر جدا ويتكلم عن الشعب المصري قد ايه طيب وقد ايه شعب جميل. يبقى مصر دي هي اساس الحضارات واساس المعرفه واساس العلم. طبعا مصطفى كامل بيتكلم قد ايه عن حب مصر، وكمان حتى بيرسند اللي هو الاجنبي اتكلم عن عظمه مصر وعظمه علمها وتقويمها. اتكلمنا ان هي فجر الضمير، ان هي شجره الطيبه المباركه اللي كانت موجوده من زمان، عبر ان مصر كانت اساس الاخلاق، كان في اخلاق حميده. ان كان في اي خلافات او ترهلات كان او خرافات كانت شائعه زمان، دلوقتي موجوده غير دلوقتي بسبب زمان ايام الفراعنه. قلنا ان في فريق بيقول ان الصين هي الاصل الحضاره، وفي فريق يقول الهند هي اصل الحضاره، وفي فريق يقول اليونان، لكن العالم كله متوحد او على راي واحد ان مصر هي الاساس الحضارات، ولا الهند ولا الصين ولا اليونان، مهما اختلف العلماء ما كله عارف ان مصر هي اساس الحضارات كلها، الحضارات الاوروبيه والحضارات المصريه والحضارات العربيه كلها، كلها اصلها حضاره ايه؟ الحضاره المصريه لحضاره الفراعنه. طبعا ترجم لنا كتاب فجر الضمير بتاع الاستاذ بيرسند للغه العربيه عشان نتعلم منه قد ايه ان حتى الاستاذ بيرسند اللي هو الغير عربي بيتكلم عن مصر وعن عروبيه مصر وقد ايه ان مصر حاجه عظيمه. وخرج لنا مصر في اصل في اصل انجليزي وسبب فلسفي، واحنا ترجمناه للغه العربيه الكتاب بتاعه بتاع فجر الضمير. وفي الختام بيقول لنا ان بيرسند ان في مقدمه كتابه بيقول ان ايه؟ ان تاريخ مصر هو تاريخ الاخلاق. تاريخ فقر الضمير في العالم المصري هو تاريخ كل حاجه، فهو الاصل في الحضاره هو المصريين او هو الدوله المصريه او مصر. يبقى احنا كده في اول درس خدنا فجر الحضاره اللي هو بيتكلم عن مصر، وين قلنا الاستاذ بيرسند ومصطفى كامل اتكلموا عن قد ايه مصر عظيمه، وان مصر هي اساس الحضارات، مع ان في علماء تانيه قالوا الصين، ناس قالت اليابان، ناس قالت الهند، لكن كله عارف ان اصل الحضارات هي مصر. اصل المعرفه، اصل الاخلاق، اصل التربيه، كل حاجه اصلها حضاره مصر العظيمه. وان كل العلماء معترفين بذلك، حتى لو اختلف بعض العلماء، كل العلماء معترفين ان مصر اصلها اصل الحضاره. وان المقوله المشهوره بتاعت مصطفى كامل، لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. وان الكتاب بتاع بيرسند اللي احنا ترجمناه اسمه فجر الحضاره، وان هو وضعه سنه كام؟ سنه 1934. نحفظ التواريخ دي كويس. وقلنا ان مصر حضاره مصر موجوده من قبل 525 قبل الميلاد. ده اول درس شرحناه. طب هنقول المعاني بتاعته على السريع، نفتح المايكات الشباب نقول مع بعض المعاني. استنباط، اكتشاف اكتشاف، اكتشاف قبصة، اكتشاف اقباط، شعلة والجمع شع،
انتشرت انتشر بسبب الموضوع ده. زراعته مضاد انحسر مهدها منبتها ومنشأها ومنبعها منشأها وإيه؟ ومنبعها ومنبعها. انبثاق ظهور ظهور متأخر ظهور مضاد متأخر غير ظهور من بعد اختفاء. اختفاء. برافو عليك. تحت تواني او تؤتي تعطي وتمنح المضاد تمنع وتحب تمنح تفضل المضاد المضاد تمنع تمنع وتحب وتحب او انا وقت وقت وزمن وزمن. برافو عليك. التليد الاصيل أصيل العريق والعريق العريق المغض الخالص 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 الصفر الصافي الترهات الأمور الأمور. السالمة برافو عليكم. مبرما قاطعا قاطعا لا لا الرجوع رجوع. برافو عليكم. قرر نفسي بدفع بدافئ بلا لا أكل أكلها بمارها بمارها. برافو عليكم. افتداها أو أفزازا متفردين في العلم والذكاء مخرج في العلم الذكاء والذكاء. مخرج فذا برافو عليك. الإلهام ما ما يلقى في يلقى النفس من نفسي منام معاني وأفكار. وعالم وأفكار لعمري قسم قسم السوات الأعظم الأغلب الأغلب. الأغلب أنفا سابقا سابقا بزوغ بدء الظهور برافو عليك. طيب خدنا بعد كده الدرس الثاني مقطع من رواية زينب اللي قلنا لمين؟ اللي قلنا لمحمد حسين هيكل باشا. قلنا محمد حسين هيكل باشا اللي قال لنا الرواية دي، واحنا خدنا منها مقطع من الرواية بتاعته. طبعا قلنا من اهم اللي اكتسبناه في الرواية دي ان احنا نعرف الزمن المكان بتاع الاحداث، نعرف المكان، نعرف الاحداث هنا كانت بتدور عن ايه، الشعور والاحساس العام. طيب اما خدنا مقطع من الروايه بتاعت زينب بتاعت محمد حسين هيكل اللي الفها وهو يدرس في فرنسا، حيث كان بيشعر بالشوق والحنين، كان حاسس ان هو وحش مصر وكان بيدرس في فرنسا، فالف لنا الروايه دي بتاعت زينب. طبعا زينب دي مش قصده بيها فتاه، قصده بيها اللي هي مصر. شبه مصر بفتاه يعني قد ايه اللي هي جميله يعني. طبعا نشرت الروايه دي عام 1914. طيب بيكلمني في اول حاجه ان يوم العيد قد ايه ان يوم العيد الناس بيشوفوا بعض وبيبقوا فرحين وبيحيوا بعضيهم وبيبقى في فرحه وسرور بتعب المكان، والفلاحين بيبقوا موجودين في كل الطرق، والسيدات بتبقى لابسه الجلاليب الحمراء او سا او سا او جلابه فوق لونها اسود، يبقى شبه اللبس بتاع النساء في العيد الاحمر والاسود. قد ايه ان هم كانوا بيبقوا فرحانين، والفتيات كلها بيحملوا حاجات على رؤوسهم يوديها للأقارن بتاعتهم واخواتهم اللي هي الهدايا يعني، والحاجات بتاعت بمناسبة العيد بقى. طبعا الناس كلها بتهدي مع بعض وبيفرحوا ويبقى في سرور، وبيعيدوا على بعض ويهنوا بعض، والصبيان بيبقوا مايلين الطرق وبيلعبوا وبيهزروا، ويبقى الضحكة مليان المكان. وبعد كده اتكلمنا عن شخص اسمه حامد لما راح صلى الصبح العيد، وبعد كده قعد يقابل الناس ورايح مروح بيته، والناس كلها عماله تهنيه بالعيد المبارك، وفي ناس من الكبيره تدعوا له بان هو يتجوز العام المقبل، والناس بتدعي له بالاولاد، ناس بتدعي له بالجواز، وقعدوا يدعي له. وطبعا بيباركهم وبيعايدوا عليه ويعايد عليهم، وقد ايه ان الكلمات الطيبه اللي ما بينهم بتبقى جميله. بعد كده بيقولوا بيهايدوا بعضهم، مثلا تعالى اشرب شاي عندي، تعالى اشرب قهوه، بينادوا على بعض عشان يشربوا حاجات في العيد وياكلوا مع بعض مثلا كحك وبسكوت. قد ايه كانت في فرحه، كان في كلمات طيبة. يبقى هنا كده لو قلنا المقطع اللي احنا خدناه من الرواية ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن يوم العيد طب ايه الشعور العام؟ الشعور بالفرحة والسعادة. طب لو قلنا مين مثلا الأشخاص الموجودين؟ حامد وبعض الناس في القرية اللي هم الفلاحين. اللي ذكرنا لنا الشخصية الرئيسية مين؟ حامد. طيب قال لنا وصف لنا المكان فين؟ قلنا في بلدة صغيرة أو القرية الصغيرة الموجودة، يبقى لنا قرية أو بلدة. يبقى احنا شفنا المكان، شفنا الزمان، قال لنا يوم العيد الزمن والمكان البلد الصغيرة، قال لنا اشخاص مثلا زي حامد والفلاحين والفتيات، وصف لنا الشعور العام بالفرحه والبهجه والسرور، وصف لنا مثلا النساء بيلبسوا مثلا الجلاليب الحمراء والستائر السوداء،
مثلا الرجال بيتهدوا بعضيهم من بعض الهدايا والكلمات الطيبة، قعد يوصف لي بقى مين الأشخاص وكلماتهم وأشكالهم وبيهدوا بعض بإيه. يبقى ده كده مقطع رواية زينب، عرفنا منه الفائدة بتاعته. طب تعالوا كده نقرأ المعاني مع بعض. ضجة أصوات عالية وضجيج المضاد هدوء والسكون. ثغور، أصوات عالية وضجيج أفوه المضاد والمفرط هدوء. ثغر. أفواه أفواه المفرط والمفرط ثغر. مفرط الصوت. ينساب يمر يمر. عيد المراد حلوى وهدايا حلوى والأقارب بهن وهدايا من من النسوة. الغرباء بهن من النسوة. برافو عليك. يا ينعم عنها يدل يدل عليها. عليها دل عليها. دنيات بخيلات بخيلات والمراد الكتمان بخيلات خجولات. المراد خجولات. قوم جمع جمع من الناس المفرد جناس الرجل من غير لفظه. غير لفظها والجمع الأقوام. برافو عليك. القابل القادم القادم المضاد والمضاد الصادق أو أو الماضي. الماضي السابق أو الماضي. برافو عليكم. أسلوب أسراب جماعة من جماعة النساء من النساء. برافو عليك. الجزل الفرح الفرح والسرور المضاد السرور الفرح والسرور المضاد الحزن. نساء المفرد 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 امرأة من غير برافو لفظها. عليكم. المراد قصدي سترناها، المراد بها ايه؟ المراد أخفيناها. أخفيناها وبنيناها المضاد أظهرناها. برافو. تهدينا في مشيتهن يبطأن يتمطم والضالع تمايل عجبا أن تسهل. برافو عليك. راجع آمل آمل و آمل ومضاد ومثمن يائس. والمضاد يائس. مضاد يائس. أدناه أقربه أقربه والمضاد المضاد. أصغر. كثيرة الطرف المراد خجول. خجولة. طبعا احنا قلنا محمد حسين هيكل ده سياسي واديب مصري، اتولد بقرية كفر غنام بالمنصورة الدهقلية عام 1888، وتوفى عام 1956. قلنا درس في كلية درس القانون بدون مدرسة الحقوق الخديوية اللي هي قصده بيها الحقوق، تخرج منها 1909. قلنا درجته العالمية هو حصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة السوريون بفرنسا عام 1912. قلنا الأهم الأسئلة الموجودة من مقطع من رواية زينب، قال العيد أثر كبير على شكل الوجوه. ولما قلنا إن لما بيخرج الناس من وجه الصمت والحزن للفرح ومن للفرح وإزعاج. طب إزاي ذكر الكاتب عادات اللي بتحدث في يوم العيد؟ قال لنا الناس بتزور بعضهم يتبادلوا التحيات المعتادة وصفهم بعضهم البعض، بيرتدوا الفتيات بترتدي الجلاليب الحمراء، وأخريات بيرتدوا الجلاليب السوداء تحت جلاليب حمراء بيظهر طرفها طويل منها. النساء بتتصافح مع بعض ويبقى في وشهم ابتسامه. ازاي الفتيات بتظهر مع بعض عشان يزوروا قرايبهن ويحملوا ليهم الهدايا. ايه اللي بيعكس عادات اهل القريه يوم العيد من ملامح المجتمع المصري؟ بيعكس فيه الود والترابط بين طوائف الشعب وقد ايه بيودوا بعضيهم. حدد من الفقره مظاهر احتفال الحامد بالعيد، ان هو قلنا ان هو بيطوف بالبلده يشارك معاهم اعيدهم ويشرب معاهم القهوه، واذا مرت امامه فتاه يقول لهن كل عام وانتم بخير، وبيرد عليهم التحية بخجل وبخجل. كلمنا ما دلالة تمني العجائز لحامد الزواج في العام المقبل؟ بيدل على انتشار روح المحبة بين المصريين عشان كده بيتمنوا الزواج في العام المقبل. طبعا ما يدل التعبيرات التالية: ظنات أن يرسلنا ورنين ضحكتهن، بيدل على الخجل قد إيه الفتيات دي كان عندهم خجل وحياء. عجائز القوم ضحكات يرن لها عرسا في العام المقبل، بيتمنى طبعا بيتمنوا لحامد الزواج في العام المقبل. ترد عليه كثيرة الطرف يعني بترد عليه في خجل وحياء. طب دليل على المقطع من حياء وخجل الفتيات لما قلنا يضحكن بصوت منخفض لما يبادلهم التحيات مع بعضهم البعض، ويتستر وجوههم بالشاش، ان في بعض النساء بتخبي وشها بالشاش او بالطرحه، بتدل على الخجل والحياء. طبعا احنا قلنا الزمن والمكان من الحاجات الاساسيه. المكان مثلا لو قال لي فصل من فصول السنه، لما يقول لي موسم، ما يقول لي عيد، لما يذكر لي تاريخ معين. طبعا المكان لما يقول لي مكان مثلا زي بلد او مدينه او حي او شاطئ او نهر، مكان معين قاله لنا في النص. الاحداث مثلا يقول لي اهم الاحداث اللي حصلت في الشخصيات. الشعور العام مثلا في عندي شعور بالبهجه، شعور بالاكتئاب، شعور بالحب، شعور بالفرحه، شعور بالحزن، بالاكتئاب، بالتوتر.
دي الشعور العام بيبقى موجود. طبعا عندنا فكره جزئيه فكره رئيسيه. فكره جزئيه لما يقول لي مثلا فكره معينه بالجزء مثلا بيتكلم عن خجل الفتيات، جزء مثلا بيتكلم عن زواج حامل، لكن الفكره العامه كلها بيتكلم عن ايه؟ عن العيد. طبعا الزمن كان غدا يوم العيد، وصلى العيد وصلى العيد، المكان كان الفلاح، المكان كان في بيوت القرابين والبلد الصغير وعند الفلاحين. ده الكلمات اللي دالة طبعا الفكره الرئيسيه اللي هي عادات وتقاليد اهل القريه في الاحتفال بالعيد والترابط بين اهل القريه. الفكره العامه الفرحه والبهجه بقدوم يوم العيد. الفكره العامه الرئيسيه اللي هي عادات وتقاليد اهل القريه في العيد والترابط بينهما وانعكاس الهويه المصريه. طيب في حاجه صعبه في الدرس ده يا شباب؟ لا يا مس، نروح بعد كده على اللي لا بعديه. يا مس، خدنا كمان قبليه على طول، قلنا همزه القطع والف الوصل. قلنا بكل سهوله همزه القطع يعني بلاقي همزه في الاسم، يعني مكتب مثلا كلمه احمد، يبقى احمد كده فيه ايه؟ اولها ثانيه بس بعدين احمد، يبقى كده احمد ده اولها همزه قطع لان اولها همزه. مثلا اسماء اولها الف بهمزه يبقى همزه قطع. ابراهيم همزه بالتحت يبقى برضو همزه قطع، يبقى الهمزه كانت فوق او كانت من تحت هتبقى اسمها همزه قطع. ممكن تلاقيها في الاسم، ممكن تلاقيها في الفعل، ممكن تلاقيها في الحرف، زي مثلا انا وان وانت وانت برضه سميها همزه قطع في الحرف. ممكن في الظرف نقول مثلا امام او امس يبقى برضه اسمها همزه قطع. ممكن الاقيها في الفعل زي مثلا استمع او اكتب، يبقى اذا لقيت الهمزه دي في الالف في الاسم او في الحرف او في الظرف زمان او مكان او في الفعل يبقى على طول اسمها همزه قطع. طب امتى تبقى الف وصل؟ الف الوصل لما ميبقاش فيها همزه، زي مثلا عندي لما اقول مثلا كلمه من غير همزه، زي ما اقول مثلا عندي ابن ابنه اثنان اثنتان امراه وامراه اسم ايم الله ايمن الله، دي كلها اسماء من غير همزه فدي اسمها الف وصل. ممكن مثلا زي الافعال اسمع احترم احتراما استخرج استخرج استخراجا، يبقى دي كلها افعال من غير الايه؟ من غير همزه بسميها الف وصل. عندي في بعض الحروف برضو يبقى من غير الهمزه الف من غير همزه، بس ساعتها اسميها برضو ايه؟ الف الوصل. اي كلمه اولها الف ولام زي العمل الاخلاص التعاون العلم المعرفه، اي كلمه اولها الف ولام تبقى الف وصل. يبقى عندي الف الوصل اي كلمه اولها الف ولام. بعض الكلمات زي ابن وابنه واثنان واثنتان وامراه وامراه واسم وايم الله وايمن الله. بعض الافعال فعل ثلاثي او خماسي او سداسي، ثلاثي زي اسمع، خماسي زي مثلا احترم، سداسي زي مثلا استخرج او استخدم. بعض الحروف اي كلمه اولها الف ولام ده كله اسمها الف وصل. امتى تبقى همزه؟ لو اولها همزه في الالف او من تحت مكسوره او مفتوحه او مضمومه، زي مثلا ارض اب احمد انجلترا امريكا انا انت انت انتما انتم انتن امام امس. بعض الافعال الثلاثي زي اكل وامر، فعل مبدوء بهمزه زي مثلا اكتب واستمع واستخدم، كان رباعي بقى او ثلاثي او خماسي او سداسي. بعض الحروف زي ان وان واو وام والى، يبقى انا عندي الالف الوصل الف ما فيهوش همزه، لكن همزة القطع بتبقى فيها ايه؟ همزة كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، تبقى في بداية الكلام إلا من فوق إلا من تحت، فوق لو كانت مفتوحة أو مضمومة، من تحت لو كانت ايه؟ مكسورة. طبعا الهمزة بتنطق وتكتب، أنا بنطقها وبكتبها زي أرض، نطقتها وكتبتها، لكن ألف الوصل برسم الألف بس من غير همزة عشان هنا ما نطقتهوش في أول الكلام، ما نطقتهوش بهمزة. تمام؟ أكترية الألف الوصل بيبدأ بألف ولام. كده في حاجة صعبة يا شباب في الألف الوصل وهمزة القطع؟ أشرحه تاني؟ لا يا مس، لا شكرا. هو الزراعة مس، أنا مش فاهم أوي ألف الوصل. حاضر تاني تاني كده نفتح سبورة عشان نسهل علينا. نعملها بجدول كده هتوصل لكم ثانية واحدة بس افتح السبورة. طب رفضت معاكم يا شباب؟ متحمل أوي.
بتحمل ثانية واحدة. فتح تمس. تمام. انا سأقول لكم مثلا، نكتب مثلا هنا همزه القطع، عاد شيء بس على الصبر يا شباب، تمام والف الوصل. انا مثلا اهو قسمتها همزه قطع والف وصل. طيب همزه القطع ايه والف الوصل ايه؟ همزه القطع اي همزه على الالف، كانت من فوق او كانت من تحت، بس كان بقى عليها فتحه من تحت، يبقى اي الف عليه همزه كان من فوق او من تحت يبقى ده اسمها، هسميها همزه قطع. الف الوصل هل هي الف بس من غير همزه؟ كان الف عاديه او الف ولام. طيب ندي امثله هنا مثلا، عندنا عند الاسم والفعل والحرف والظرف من الهمزه. مثلا اسم، زي مثلا ما اقول مثلا اسم مثلا احمد، احمد ده بيبدا بالف عليه همزه اهو احمد. او مثلا ابراهيم، ابراهيم ده بيبقى همزه من تحت، يبقى لقيت الهمزه كده في بدايه الاسم من فوق او من تحت، يبقى على طول ده ايه؟ يبقى على طول ده همزه قطع، عشان لقيت الهمزه. يبقى اول ما اشوف الهمزه قدام مني بسميها ايه؟ بسميها همزه، بسميها همزه قطع. مثلا شفت الفعل زي مثلا استمع او اكل، عندنا حرف مثلا زي الى همزه من تحت، او مثلا ان او انا، او مثلا عندنا حروف مثلا تاني انا او انت ضمير مثلا، يبقى ده كلها طبعا قدام الهمزه بسميها همزه قطع. اول ما اشوف الهمزه فوق الكلمه او تحت الكلمه يبقى اسمها همزه قطع. ظرف مثلا زي مثلا امام، امس. يبقى انا جبت لكم مثال مثلا من الاسم، مثال من الفعل، مثال من الحرف، مثال من الظرف، كلهم بيبقوا همزه قطع. همزه قطع يعني ايه؟ همزه القطع الاقي همزه يلا على الالف من فوق، يلا على الالف من فين؟ في الاسم او الفعل او الحرف او الظرف، تمام. زمان او مكان، كده بسميها همزه قطع. كده في مشكله في همزه لا القطع؟ نعيدها شكرا. تاني. هي ألف حد الوصل عنده من مشكله غير نعيدها؟ همزة مش اي مشكله. مش صح؟ ألف الوصل من غير همزة ايه مش صح؟ من غير الهمزه بالظبط، زي همزه قطع قصدي بهمزه، الف الوصل من غير همزه بقى العكس. زي مثلا بقول مثلا ايه، الاقيها في الاسم برضه الاقيها في الفعل وفي الحرف. مثلا اسم زي مثلا ابن، ابنه، ابن، ابنه، امراه، ايمن الله، ايم الله، دي كلها من غير ايه؟ من غير همزه بسميها الف وصل. طبعا ما لقيتش همزه على الالف بسميها ايه؟ الف وصل. مثلا في مثلا في الفعل، مثلا فعل الثلاثي بقى يعني ثلاث حروف او رباعي اربع حروف او خماسي خمس حروف او سداسي ست حروف، زي مثلا استخدم، استخرج، اعمل، دي كلها افعال من غير ايه؟ من غير الهمزه. او اي كلمه اقولها بقى الف ولام على طول، اول ما اشوف الف ولام يبقى ده على طول اسمه الف وصل، عشان ما فيهوش همزه. زي مثلا العمل، العلم، المعرفه، الاخلاص. حد يجي يقول لي مثلا الاخلاص هنا في الالف، في الالف هنا همزه، لكن لا انا بقول اول حاجه ال، يعني الالف ولا ما فيهاش ايه، ما فيهاش همزه، ده الالف اللي بعديهم. انا ببص على الالف ولام الاولانيين. طب اول الف عباره عن ايه؟ عباره اللي انا بلاقي كلمه او كلمه من غير استثناء اسم او فعل حرف، كلمه من غير قطع من اسمها همزه، يبقى هلاقي همزه كان فوق الكلمه او تحت ايه؟ او تحت الكلمه. في هنا كده مشكله يا شباب؟ ايه يا شباب لسه حد مش فاهمها؟ يا مس صوت حضرتك بيقطع، يا صوتي صوت واضح؟ حضرتك بيقطع مس، طيب صوتي كده واضح؟ أنا كنت سامعة حضرتك أصلا. طيب تاني حالة، همزة القطع هلاقي همزة إلا من فوق الحرف إلا من تحت الحرف، زي مثلا أحمد، إبراهيم، استمع، أأكل، إلى، أن، أنا، أنت، أمام، أمس، دي كلها هنسميها همزة القطع. ليه همزة القطع؟ لأن أنا لقيت فيها إيه؟ لقيت فيها همزة، سكت من فوق أو سكت من تحت، سكت بقى في اسم أو فعل أو حرف أو ظرف. طالما لقيت فيه همزه بسميها همزه قطع. امتى الف وصل؟ استخدم، اعمل، حاجه اولى الف ولام زي العمل، المعرفه، الاخلاص، دي كلها اسميها ايه؟ اسميها الف وصل. يبقى الف الوصل يبقى ما فيش همزه. اقول سهل، اول ما الاقي همزه على الكلمه من فوق او من تحت اسميها همزه قطع، ما لقيتش الهمزه اسميها الف وصل. سهله كده يا شباب؟ انا خلاص كاين تمام حد عشان مثلا اتمنى في حد لسه مش فاهم يا شباب؟ شكرا طب ناخد سكرين. خدت ايس كريم خلاص بس انا هبعت لكم دلوقتي بتعب بقى كويزز، جروب يا مس ثانية واحدة ماشي، هبعت لكم دلوقتي كويزز على همزة القطع وألف الوصل، تمام؟ تمام تمام يا مس هنسجل أول ما بعت الكويز، هنسجل الإيه؟ هنسجل دخول، هنكتب اسمنا وهنعمل ستارت. طبعا احنا عرفنا همزة القطع بتيجي دايما في أول الكلمة، احنا ما قلناش مش مثلا مش هشوف همزة القطع مثلا في الآخر، لا لازم تبقى أول الكلمة، زي أحمد، إبراهيم، استمع، إلى، إن، يبقى بتيجي في أول إيه؟ الكلمة، وألف الوصل برضه أول الكلمة، الاثنين في أول الكلمة، تمام؟ كانت همزة قطع وألف وصل الاثنين بيبدأوا في أول الكلمة، تمام؟ محدش يجي يقول لي مثلا، ما يجي يسأل يقول لك مثلا عايز أربطها، بيقول لك ألف وصل، يقول لك همزة الوصل، لما يقول لي همزة قطع، قطع دي بقى على طول يعرف اللي هي بإيه؟ اللي عليها همزة، تمام؟ تمام يا شباب؟ تمام يا مس
طبعا ممكن يلخبط لنا ويجي يجيب لي كلمه احمد غير همزه، يقول لك دي كده من بس همزه، يبقى ده اسمه ايه؟ همزه قطع الالف وصل، عشان ما يلخبطنيش. لو قال لي مثلا اسنان واسنتين، احنا قايلين في بعض الكلمات على طول بتبقى الف والف. ثاني كده اعمل لكم الشير. همزة قطع احنا قايلين بعض الكلمات دايما بألف وصل، مهما حط لو حط لي عليها همزه انا عارف ان هي الف وصل، عشان ما يضحكش عليا، عشان في الكويز هيجي عايز يلخبطني. ايه هي الكلمات اللي على طول بتبقى الف وصل حتى لو هي حاطط لي همزه؟ ابن وابنه واسنان واسنتان وامرأة وامرأة واسم واسم وايمن الله وايمن الله. دي كلمات دايما بتبقى من الف وصل، ما اسمهاش همزه قطع، الف وصل او همزه وصل دايما بتبقى وصل. كان ابنه او ابنه او اسنان او اسنتان او امرأة وامرأة او اسم او ايمن الله وايمن الله، عشان ما يجيش مثلا ويستخدم ويحط لك همزه ويقول لك اختار لي مثلا الف الوصل، قلت لك جنبيها مثلا كلمه احمد من غير همزه والناس تختار لي كلمه احمد. لا هو عايز يلخبطنا، احنا عارفين ده حتى لو حط عليها همزه دي اللي من غير همزه عشان يلخبطنا، واحمد دي اللي اصلا بتتحط فيها ايه؟ همزه. تمام كده يا شباب؟ تمام والله تمام يا يا مس، مستر. طيب هبعت دلوقتي تمام يا الكلمه. مس. بس هو هيبقى فرقتين ولا كل واحد لوحده؟ لا اول واحد ده كل واحد لوحده، ونركز عشان 24 سؤال، 24 سؤال. 24 اوه سؤال. ماي جاد، اوف ست. ابدا انا مراجعات، مفيش هزار. يا بس هو حياتك بتقول ان يعني الألف الوصل بتيجي في ابن وابنة واسنان كده صح؟ اه الف الوصل دايما ابن وابنه واسنان واسنتان وامراه وامراه واسم وايمن الله وايمن الله. انا بعتت لكم على الجروب بتاع الواجبات، وابعت لكم كمان على الشات هنا دلوقتي، عشان مش شايفه ايه، مش هيعرف يفتح الجروب، هبعت له هنا على الشات. ثانيه واحده هبعت الشات. ثانية واحدة بعد بس على الشات. هل انت حتى أنا بس كمان ممكن بعت حضرتك على الشات تبعتها على هنا، الجروب؟ ممكن حضرتك بعت على تبعتها على الجروب الجروب على الشات وبعت على يوصل؟ الشات، بعت على الاثنين مفيش حاجة وصلت على الجروب. اه توصل. جروب الواجبات. تمام. ما فيش ولا 3 بس اللي دخل. صبرا يا ياسر. مريم ويوسف وريم وعمر ومحمد مجدي، إلا الشباب كله يخش. خمسة بس من أصل 17، وآدم وعبد بص الله. احنا المدرسة مس اللينك مش راضي يفتح، بدوس عليه مش راضي يفتح. اطلعي وخشي تاني بالروح عادي، ما بس ممكن تلاقيه معلقة عندي. مس هو سفاري عندي مش بيعرفش، بقاله كده فترة معلق، مش بيخليني ادخل على اي برامج من عليه. طب جربي تليفون تاني او اللاب عندك تاني يا يارا، اي تليفون في البيت. اللاب بايظ مش طب حاولي بيشتغلش. تطلعي خالص وتخشي تاني، تمسحي خالص البرنامج وتخشي تاني. طب هو اسم البرنامج ايه لو ينفع زورت كتطبيق يعني احسن؟ هيبقى محتاج لسه انت تعملي جوجل وتسجلي الدخول، هيحتاج وقت كتير. اسمه كويزز عادي. محمد محمود دخل، وعمار وسارة. الى يا شباب 10 بس اللي دخلوا، فاضل 7. يا كده مس حلوين. مش والكويز يا ده مس في أسئلة من درس الحضارة. هنعمل الاول على همزه قطع والف الوسط، وبعد كده هنعمل على الدروس حسب الوقت اللي معانا ان شاء بس الله. ما هنبدأ امتى يا مس؟ هبدأ دلوقتي بس كله يخش. يلا يا شباب ما ندخلش، يخش يلا بسرعه. مش ما نخلص يوصل لعشرة. ريناد وصفوة وسما نخش، وسارة وحلا بس انا رابط الفاضي يفتح وسمية. عندي. مش مش شو سامي ده؟ محمد. مش محمد دخل نقطة. اللي مش راضي يفتح معايا يا شباب يستخدم تليفون تاني من البيت او اي لاب تاني. تمام سارة دخلت، او يحاول ان هو يطلع ويمنع خالص ويخش تاني.
يعني لسه انا مش عارفه انا داخله ولا لا. حالا انت لسه ما دخلتيش يا حالا، دوسي على اللينك تاني يطلع عادي، ودوسي على اللينك وسجلي اسمك تاني عادي، ممكن يكون علق معاكي. تمام انا هبدأ، واللي يخش متأخر كده كده هيعرف يحل معاها. رينيه دخلت، تمام. بقينا مين مسجل 14 باسم يا باشا، قاعه؟ فاضل 3. حد مسجل باسم قاعه وحد مسجل بنقطه. قلنا نسجل اسماءنا يا شباب، مش عايزين نكتب اسماء مبهمه. الموضوع طبعا صعب اللي أوي سجل باسم نقطة يقول لي مين، واللي سجل باسم قاعة يقول لي مين، عشان ما ياخدش صفر في التقييم. لسه. هو مش كان ألف الألف بس اللي هي همز القطع وألف الوصل. ايه تمام، قلنا همس القطع والف الوصل، الاثنين بيبداوا من اول الكلمه، انا شفتهم في اول الكلمه. تمام. مصلات فيها عربات هنا. يا مس انا عندي علق مش راضي يعمل. اطلعي وخشي تاني يا حلا عادي، اطلعي خالص وخشي تاني، هي دخلتي يكمل لك عادي. بس صعب افكر فيه. طبعا ممكن زي ما قلت لكم هيلخبطكم، ما تلخبطوش. ما ابني ابنه معروفين من غير همزه، هو ممكن يخبط لنا ويجيبها لنا همزه. ابني ابنه ايمن الله اسم، كل ده من غير همزه. اثنين اثنتين من غير همزه، هو ممكن يلخبطنا ويجيب لنا همزه. وممكن كلمه ثانيه زي احمد مثلا او ابراهيم يحط لنا من غير همزه عشان يلخبطنا، بس احنا عارفين ان هي بهمزه، يبقى ننطق الكلمات ونعرف هي بهمزه او من غير همزه. المس هو بيعتمد على على أول همزة في أول كلمة. ايوه كله في اول الكلمه، كانت همزة أو ألف الوسط، كله أول الكلمة. لا لا، ما هو بيعتمد اللي يغلط غلطة أو اتنين أو حتى خمسة يكمل عادي، ده 24 سؤال وصعب مش سهل، في لخبطة كتير، فنكمل ونواثق في نفسنا عادي، ما أوقفش عشان غلطت في سؤال أو اتنين أو حتى 10، نكمل. مش لغتي الأم غلطت ولا خالص أنا، مش لغتي الأم غلطت خالص أنا. ماشي عادي، انا بقول اللي غلط او ما غلطش محدش يخاف ويكمل عادي. بس أنا حاليا العشر أسئلة أمس. في السؤال رقم، كملوا يا شباب، وعندكم 24 سؤال وبيظهر لكم رقم السؤال عندكم في البداية. أنا بيطلع لي ايوه مكان خلاص السؤال السابع. تمام سبعة. تمام، بس أنا دخلت طلعت تانية، خايفة يكون راح الحاجات. تمام يا حبيبي. مش يا على رئيس إذنك، يا رئيس في جملة، في جملة سمعي. مش في جملة بدون صدى الحارس، مش هو محدش عايز لا ألف، لا ألف وصل أو همزة قطع، فأنا رحت اخترت